مشروع قانون المالية لسنة 2021 جاء بمجموعة من التدابير لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. أولاً على مستوى تعزيز المنظومة الصحية، الحكومة خصصت أكثر من 300 مليار سنتيم خاصة بالنفقات المتعلقة باقتناء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات وشراء الأدوية والمواد الصيدلانية وتحسين قدرة التدخل. ثانياً على مستوى دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل، لجنة اليقظة الاقتصادية اتخذت مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة، من بينها منح التعويض الشهري الجزافي، تخفيف تكاليف المقاولات اللي كتواجه صعوبات، ودعم ميزانية المقاولات من خلال برنامج ضمان أكسجين وبرنامج ضمان للمقاولين ذاتيين كوفيد-19. ثالثا على مستوى دعم الأسر، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، لجنة اليقظة الاقتصادية صرفت دعم مالي لفائدة أكثر من 5 ملايين أسرة مغربية من خلال عملية تضامن. هذه العملية كلفت أكثر من 1500 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تأجيل سداد أقساط قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة ما بين مارس ويونيو 2020. هذا التدبير هم حوالي 400 ألف مستفيد.